احتياجات البقاء على قيد الحياه انتوا حارمين نفسكم منها، لا بترحموا ولا مخلين رحمه ربنا تنزل. موضوع الجواز مش بتتجوزوا، قاعدين معنسين زعلانين، ما بتاخدوش الحضن والحنان والطبطبه والاحتياجات الانسانيه الطبيعيه باسباب مختلفه، مخلينكم مش عارفين تركزوا في الشغل، مش عارفين تنتجوا، مكمكمين طول اليوم، ايديكم على خدكم في منتهى الحزن طول اليوم، مش حاله حلوه، مش حاله طبيعيه. هننزل نشوف الشباب عايزين يتجوزوا ازاي، بتفكير ايام زمان اهالينا، ولا هم عليهم فكر معين حد منعهم منه، ولا هم اللي منعين نفسهم. خلينا نفهم، نحاول نفهم ايه اللي هيساعدهم ان شاء الله عشان خاطر يرجعوا للانسانيه والادميه ويعرفوا يتجوزوا.